لو الحكاية فيها إن فيتو شهيد موقع فيتو. أهلا وسهلا بكم، يشرفنا النهاردة أنكم معنا الباشمهندس علي القاري. باشمهندس علي القاري، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم منورين. منورين بحضرتك أكيد يا باشمهندس. شايف الماتش إزاي يا باشمهندس؟ ماتش صعب جدا، ماتش له قيمة كالعادة، بطولة أفريقيا والوصول إلى كأس العالم، لكن قيمته تأتي المرة دي إن هو هيحاول يرجع لنا ترتيبنا اللي فقدناه على قيمة أندية العالم. هو سكتنا الأولى في هذا في هذه الخطوة قبل أن يتسع الفارق بيننا وبين ريال مدريد. ريال مدريد تأهل بالفعل لبطولة أندية العالم، فمش عايزين نسبقنا بكتير. تمام، خايف من إيه الماتش الجاي يا باشمهندس؟ عدم التوفيق. تمام، المستويات لصالحنا. طيب ومطمن لإيه الماتش الجاي؟ مطمن إن هنعمل كل اللي افتقدنا، مطمن ان الاول مره تاتي ظروف هذه المباراه خلال الاستعداد لانتخابات مصيريه في النادي الاهلي، وبنشوف الاثنين المرشحين الكبار ايدهم في بعض هيكونوا موجودين في مقصوره دار بيضاء تحت الوداد، بيطمنك على مستقبل الاهلي، وده انتصار معنوي فوق الانتصار في المباراه نفسها. راضي على الاداره الفنيه المباراه الاولى الى حد كبير، بالذات المباراه اللي فاتت. طيب. يعني فعل الاهلي كل ما يستطيع، وجنب التوفيق وجنب الحكم التوفيق، وحالف التوفيق بشكل مبالغ فيه فريق الوداد من هجمه وحيده جيم جون. تمام. فخلاص انت عليك ان تسعى تكسب الاحترام، وهي دي القيمه الاعلى. شايف الاهلي مش محظوظ بغياب علي معلول الماتش الجاي؟ والله شوف، علي معلول قيمه كبيره. عبد الله السعيد، صالح جمعه، كل لعيب يغيب بيخصم رصيدك، ولكن دائما وابدا اذا كان الاهلي يعني بيقبل التحدي فهو بيقبله باي حد جاهز، واعتقد ان الموجودين قادرين على انهم يعوضوا هذا الغياب. بعض النقاد الرياضيين انتقدوا الكابتن حسام البدري على تغييراته. انت شايف ان تغييرات الكابتن حسام كانت تغييرات حكيمه؟ انا ما اشوفش حاجه غير اللي بيشوفها الكوتش. والنقاد بيشوف الموضوع بعد ما يحصل. اذا نزل حد جاب جول قال لك حلفوا التوفيق، اذا ما حصلش النتيجه اللي هم عايزينها يقول لك كنا نتمنى فلان قبل فلان. يعني ومعظمهم مدربين بيبقوا صح وخسرانين وبينظروا على اللي جايين بعد الدور. فما فيش كوره ما فيهاش صح وغلط. فيها توفيق وعدم توفيق، فيها نادي كبير زي النادي الاهلي عنده 25 لاعب على الاقل بمستوى واحد، ما فيش غلط. ما تقوليش ان صالح جمعه هينزل مكان عبد الله السعيد او العكس، الاثنين لعيبه كبار. فين الغلط؟ توفيق. حادثه بنت الكابتن حسام البدري، شايف ان هي ممكن تاثر عليه او اثرت عليه في الماتش اللي فات؟ الى حد كبير، ومحدش متخيل حجم الحادث. ربنا كتب لها عمر جديد. انت عارف يعني ايه مترو الانفاق يخبطها في دماغها وينطرها؟ يعني حادثه كبيره كبيره يعني، وربنا كتب لها عمر جديد. ويكفي ان يعني حسام هو لا قادر يسافر لها ولا قادر ما يقلقش عليها. ربنا يكون فوق. شفت المشهد بتاع تيتش امبارح ازاي؟ راضي عنه ولا مش راضي عنه؟ راضي، فوق توقعاتي. تمام، يعني البعض قال ان المشهد ده قد يؤثر على النادي الاهلي نوعا ما، بحيث ان هو اللي لم يستعد جيدا قبل السفر. يعني يا سلام، النبي بلاش عشان يعني يوم التمرين، يعني عشان خاطر السفر ممكن يكون حاطط اللعيبه في ضغط اكبر من الضغط اللي هم موجودين فيه. ما فيش حاجه اسمها ضغط، في حاجه لعبتنا لعيبه كبار ولعيبه دوليين ولعبوا تحت ضغوط اكتر من كده. الملحمه التي قدمها الجمهور اوصلت رسائل الى العالم قبل ان يكون رساله الى لاعبي النادي الاهلي. اولا فهمته من ناحيه ساعه الجد ايد واحده، شوف الحفاوه التي قبل بها حسام البدري، شوف التعاطف والاحساس بمشكله الكابتن حسام، وبعضهم كان ينتقده، ولكن ساعه الازمات بيبقى ايد واحده بمنتهى القوه. رساله واصله ان الاهلي هو اعظم جمهور نادي بالتاكيد، ما كانش في العالم يبقى على الاقل في افريقيا. مؤكد مكاسب كثيره جدا من المشهد بتاع امبارح. من وجهه نظرك سواء اداره او لاعب، طبعا انه ناشئ على قواعد ثابته بتحط ان المصلحه العامه قبل المصلحه الخاصه. بالتاكيد ان ده اهم من مميز النادي الاهلي، وان المبدا يسبق النتيجه، وانه لا يسعى الى غير حقه ولا يفرط في حقه ولا ياخذ حق الاخرين. يعني النادي الاهلي قوته هنا، قوته انه النتيجه ما بتضغطش عليه. في الغلط النتيجه ما بتضغطش عليه.
راضي عن اداره التعاقدات في النادي الاهلي في الفتره الاخيره خصوصا بعد خروجك من هذا المنصب؟ يعني في البدايه كانت ماشيه بشكل منطقي، في الاخر مش مع مين، انا في البدايه اللجنه نفسها، لا في الاخر انا شايف بعض الضروبات حصلت وفي حاجات يعني ما اعرفش، يعني التعاقد مع كوليبالي لغز لحد النهارده. في شويه حاجات كده محتاجه تتوضح. بس مين اللاعب اللي عنده القاعده نفسه يجيبه النادي الاهلي حاسس ان هو هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا من اللعيبه اللي موجوده سواء على المستوى المحلي او الافريقي؟ كل اللعيبه اللي موجوده محتاجه النادي الاهلي موجوده، هم محدش بره النادي الاهلي احسن من اللي عندنا. ممكن يضيف؟ اللي يضيف لازم يكون حاجه قماشه اعلى من اللي موجوده في السوق المصري، يعني محمد صلاح لو تسالني اقول لك محمد صلاح. تمام، وافريقيين بيلعبوا في الدوري، يعني من حكم متابعتك اكيد في اصل اللي بيوفق بره الاهلي ما عندوش الضغوط الموجوده، بيلعب في مساحات، لعيب النادي الاهلي ما بيلاقيش مساحات دي، بدليل ان نفس اللاعب الافريقي لما يجي النادي الاهلي ما بيوفقش لما بيكون بره. انا جاي شايفه اهم لاعب افريقي في الدوري. دي حقيقه، من اكثر لعيبه من هذا افريقيا اعتقد انه يعني فانت عندك هتشوف اللعيب هو مش بيدافع، مش هو بيهاجم، يعني اللي عاجبه لعيب بيهاجم وبيشكل خطوره في النادي الاهلي هيشكل خطوره، لو ما جابش جول مش هيعجبه. انت مع فكره الاستثمار في الكوره، يعني اجيب لعيب مثلا بمليون ابيعه ب 10؟ بس عوضه استمرار، عوضه بس عوضه. انت شايف ان الاهلي تاثر ببعض اللاعبين اللي رحلوا عنه الفتره الاخيره؟ اللي ما عرفش يعوضه زي رمضان صبحي تحديدا. مين ممكن يعوض رمضان؟ ما حدش. لازم يبقى لعيب موهوب اولا. شكرا.